السلام عليكم، أنا محمد غنايم. بعد صلاة العشاء بالضبط جاءك اتصال هاتفي، فنظرت وإذا به أحب صديق إليك، صديق عرفته منذ نعومة أظافرك، ترى فيه كل مقومات الصداقة. هو رجل في مواقفه، أنيس في مجالسته، خفيف الظل هادئ يملأه الخير. أنت تحب ذلك الصديق وتقدره ولا ترده خائبا إذا رجاك، فأجبت على مكالمته، ثم لاحظت التعب يملأ صوته فاستغربت وسألته عن بال صوته، فقال: الحمد لله على ما قدر لنا، أنا بخير من الله، ولكن تم تشخيصي بمرض خبيث، وأخبرني الأطباء أن لي شهر على هذه الحياة، فأحببت أن أودعك وأسمع صوتك وأستودعك الله، فلا تنسانا من دعائك. هنا هبت بك عاصفة من الحزن، تخيلت فيها حياتك من دون هذا الصديق، أنكرت تلك الفكرة فكرة موته، وقلت: أيعقل ذلك؟ في أي مكان أنت الآن؟ أريد أن آتي إليك. نهضت من مكانك مسرعا متجها إلى المشفى الذي يقطن به، وفي طريقك ترتب الكلمات والجمل حتى تهون عليه مصابة، فهذا أقل ما يفعله الصديق، لا تريد أن تبدي له حزن حتى لا يتضاعف عليه حزنه. ولما وصلت الغرفة التي يقيم بها في المشفى، رسمت على وجهك ابتسامة زائفة لعلها تخفي ما تشعر به من حزن، ثم وجدت جمعا كبيرا من الناس قد اجتمعت حوله يتكلمون مع بعضهم ولا يلقي أحدهم بالا إليه، وكأنهم اجتمعوا هناك لا لأجله، فاستغربت، ثم استمريت في السير حتى وصلت سريره، وابتسمت تلك الابتسامة وقلت: ما شاء الله عليك، تبدو بخير، لماذا غفتنا عليك يا رجل؟ تحاول إضحاكه والتخفيف عنه، ولكن الجمع حوله مزعجين بصوتهم، بحضورهم، بلا مبالاتهم، تريد في داخلك أن تصرخ بهم لعدم احترامهم لمريضهم، ولكنك ضيف لا تملك ذلك الحق. فجلست مع الجالسين تارة تناظر صديقك وتارة تهون عنه بأطراف الكلام، وفجأة جاء طفل من أقصى المشفى يركض نحو غرفتكم ويقول: هناك ديناصور في الخارج، تعالوا وألقوا نظرة. فهرع الكل من حوله إلى خارج المشفى وتركوا مريضهم لوحده، وبقيت أنت وهو فقط في تلك الغرفة، وساد الصمت أرجاء المكان. فنظرك صديقك وقال: لماذا لم تخرج معهم؟ أم أنك رأيت ديناصورا من قبل؟ فقلت: أنا هنا يا صديقي لأجلك، ولا يهمني أي شيء آخر سواك. فابتسم وابتسمت وخطت السعادة وجهه، ثم تنهد ورحل من هذه الحياة، رحل ولم يودعه إلا أنت. وسألت يوما: أين نور الدرب؟ أين هو الصديق؟ هذه القصة أحبتي في الله هي انعكاس لواقع نعيشه، فلو تفكرت بها تجد أن ذلك المريض هو شهر رمضان، وذلك الصديق الحقيقي هو العابد الخاشع، والناس حول المريض هم عامة الناس، والديناصور هو الملهيات من مسلسلات وغيرها. فمن حضر لأجل رمضان بقي معه ملتزما بآدابه، لا يشتته عنه أي شيء، يبقى بجانبه حتى يرحل. ولكن من حضر مع الحاضرين بزيارة عابرة تجده يتجه لأي أمر عابر ويترك خلفه سبب حضوره. أما ذلك الاتصال بعد صلاة العشاء هو انعكاس لأول صلاة تراويح نصليها استهلالا برمضان، وانعكاسات أخرى كثيرة أترك استخراجها لكم. أحببت أن أنقل لك الأمر بطريقة مختلفة كما تعودنا معا هنا، أحببت أن أضيء لك على مناطق معتمة في تعاملنا مع هذا الشهر الفضيل. هو مريض سيرحل سواء جلست معه أم لا، هو وفي لك، مليء بالخير، يستحق أن تترك كل شيء لأجله، لطالما كان سببا في غفران ذنوبك. صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لطالما كنت أقرأ تعليقاتكم وتفاعلكم على ما ننشر، فأنتم وبكم نحن. صحيح، قرأت تعليق ذلك اليوم من أحد المتابعين حفظه الله، يقول: لا أجد في نفسي همة لفعل أي شيء، هذا رمضان وهذا غيره من الأشهر، لا أجد أي تميز به. ثم يكمل قائلا: أعتذر، يعني لا أقصد الإهانة، ولكن هذا شعوري. ذكرني بقصة حدثت معي. في مرة كان لدي أسبوع مليء بالأمور السيئة، أسبوع لم أكن موفق به تماما. في ذلك الأسبوع وقفتني الشرطة وخالفتني، ولم يسبق لها أن خالفتني. حاسوبي تعطل وكلفني إصلاحه نصف ثمنه، نسيت مفتاحي داخل المنزل واضطررت لكسر الباب لأدخل، وأمور كثيرة. كان أسبوع مر جدا، فاتصلت على والدتي أشكو وأبث همي لها، ولست من النوع الذي أخبر أهلي عن مصابي، ولكنني شعرت أن هناك خطب ما، يعني لا يعقل ما يجري. ولما أخبرتها حزنت وسألتني سؤال واحد فقط كان كفيلا لأن يعكس عدم توفيقي لتوفيقي. قالت: هل كنت قريب من الله في ذلك الأسبوع؟ وأنا الآن أسألك نفس السؤال: يا من تشعر أن الديناصور أهم من صديقك الذي سيرحل عنك، يا من تشعر أن رمضان غير مميز، هل أنت قريب من الله في هذا الشهر؟ ودمتم
في أمان الله.